السلام عليكم. اليوم سأقوم بشرح كيفية عمل نيونجلو للخط في برنامج أدوبي إلستريتر. أولا نرسم مربع بحجم الصفحة، نغير لونه للأسود، من ثم نضيف النص اللي سيتم عليه التأثير، نغير حجم النص إلى الحجم المناسب، من ثم نغير نوع الخط، بعدها نغير لون الخط، نحط النص في المكان المناسب، نضغط على إفكت بلور البكسل 0.5، أوكي، إديت كوبي بست إن بلايس، ونغير البكسل إلى 10 في البلور، ونكرر الطريقة، ونغير البكسل، إلى أن نتوصل إلى النتيجة المطلوبة. بالأخير إفكت الخيار الثالث، نتأكد من الريزولوشن، نروح أوبجكت، ودي النتيجة النهائية.